صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم أيده الله ورعاه مرسوم رقم 57 لسنة 2023 بتعيين مدير عام لمعهد الإدارة العامة وذلك بناء على توصية مجلس إدارة معهد الإدارة العامة وترشيح وزير شؤون مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه تعين الدكتورة شيخة رنا بنت عيسى بن دعي الخليفة مديرا عاما لمعهد الإدارة العامة